مرحبا بكم من جديد. اليوم عندنا شرح موضوع السؤال عن وإعطاء الاتجاهات، يعني راح نشرح شلون نسأل عن الاتجاه وشلون نعطي جواب عن الاتجاهات. فالموضوع هو asking for and giving directions، وهو من قواعد unit 6. أول شيء راح ناخذه هو السؤال عن الاتجاه، asking about directions أو asking for directions. شلون تجينا الأسئلة عن هذا الموضوع بالوزاري؟ تجينا بهاي الطريقة، يقول لك what do you say when you ask someone to show you the way to the park؟ ماذا تقول عندما تسأل أحد ليريك الطريق إلى البارك، الحديقة؟ وهيجي هو نفس صيغة السؤال، بس اللي يتغير هو آخر شيء. هنا the park مرات يقول لك the hospital، مرات يقول لك bookshop، محل الكتب، وهيك يعني. والسؤال جدا جدا سهل، نفسه تقريبا، نفس الجواب كل مرة تجاوبون، بس تغيرون شيء بسيط. فخلينا نرجع نشرح أكثر عنه على مود تفهمون خطوة خطوة. فعندنا عند السؤال عن الاتجاه سوف تجد في السؤال كلمة ask way. ask يعني يسأل أو اسأل، وي طريق، اسأل عن الطريق أو اسأل عن الدايركشن. بدال الوي مرات يكتب لك دايركشن، الاتجاه اللي هي هاي الكلمة directions، اتجاهات. زين، فمن تشوف ask وي بالسؤال يعني يطلب منك تسأل عن اتجاه. زين، أول شيء عندنا للسؤال عن المكان نستخدم الصيغة التالية، يعني إحنا من يقول لنا اسأل عن الاتجاه شلون راح نجاوب، وش نكتب بالجواب؟ نكتب هاي الصيغة أو القاعدة، نقول له can you، هل أنت تستطيع، tell me، أن تخبرني، how to، كيف أن، get to، أن أصل إلى، بعدين اسم المكان. مثلا البارك، how to get to the park، can you tell me how to get to the park، هل تستطيع أن تخبرني كيف أصل إلى البارك المتنزه، وهيج. تقريبا هو هذا السؤال اللي دائما دائما تجاوبون عنه بالوزاري. فأريد منكم تحفظوا ورقة وقلم، كلش مهم هذا أول واحد، وهو بس إجا بالوزاري لحد الآن بس. زين، للسؤال عن المسافة، إنه نسأل عن مسافة الطريق، شو نقول له؟ نقول له how far is، بعدين اسم المكان، كم يبعد مثلا البارك، how far is the park، كم يبعد البارك. واخر شيء عندنا للسؤال عن الوقت، شو نستخدم؟ نقول له how long، كم المدة او كم الفترة، will اسم المكان، take مثلا how long will the park take، كم المدة التي يستغرقها الوصول إلى البارك، هيك يعني، أو يأخذها الوصول إلى البارك. بس عدنا هاي الصيغة وهاي الصيغة لحد الآن ما جايبين أي سؤال عنها بالوزاري، فقط جايبين هاي الصيغة الأولى. زين، فركزوا عليها وحفظوها زين. هسا ايش راح نسوي؟ راح نروح للأسئلة، شون تجينا الأسئلة عن السؤال عن الطريق، إنه أنا أسأل عن الطريق، شون يقول لي بالسؤال، شو يكتب لي؟ نأخذ أول سؤال، يقول ask your partner، اسأل باعو خلا ask. من تشوفون ask بصيغة السؤال بالامتحان قبل تعرفون إنه هنا دا يطلب منك إنه تسأل عن الاتجاه، مو تعطي اتجاه تجاوب عن الاتجاه، تدلي عن المكان يعني، لا، يطلب منك تسأل عن اتجاه المكان. فask your partner، اسأل صديقك، how to get، كيف تصل، to the bank، إلى البنك اللي هو البنك مال الفلوس. زين، فبما أن يقول لك اسأل عن مكان، شون مدى يقول لك اسأل عن how far، كم المدة، على مود تستخدم الصيغة الثانية، أو how long it take to get to the park. زين، مدى يقول لك how long، كم المدة، how long، ولا how far، يقول لك how to get، كيف تصل إلى البنك. أوكي، هنا get تصل، عشان راح نجاوب نستخدم الصيغة الأولى اللي قلت لكم عليها مهمة. شو نقول له؟ نقول له can you tell me how to get to the bank، هاي the bank تاخذوها وتخلوها بدال اسم المكان. زين،
هاي can you tell me how to get to، هاي تحفظوها ثابتة تخلوها بالجواب. بعدين اسم المكان تاخذوه هاي the bank اوكي وتخلوه. السؤال الثاني يقول ask someone، اسأل شخص ما the way to the grand hotel، عن الطريق الى الجراند هوتيل، عن فندق الكبير او فندق الجراند. ايضا نفس الجواب دي يقول لك ask، اسأل عن الوي الطريق. فشون نجاوب؟ نقول له can you tell me how to get to the grand hotel وبس. السؤال الثالث يقول what do you say، ماذا تقول when you ask someone، عندما تسأل شخص ما to show you، ليريك the way، الطريق to the library، إلى المكتبة. هاي الصيغة دائما يجيبوها بالوزاري، شوي انتبهوا عليها. فهم نفس الجواب نقول له can you tell me how to get to the library، هاي the library، ناخذ اسم المكان وقبل the. آخر سؤال يقول ask for the direction، اسأل عن الاتجاه to the public library، إلى المكتبة العامة. فهم نقول له can you tell me how to get to the library، هل تستطيع أن تخبرني عن كيف أصل إلى الـ public library، to the public library. هيك لنا خلصنا، هي هاي صيغة الأسئلة. جواب نفسه بس أنا جبت لكم أسئلة مختلفة على ما تعرفون صيغة السؤال عم بيجيكم بالامتحان يكون مألوف لكم. ولهنا خلصنا كل شيء عن السؤال عن الاتجاه asking about directions. هسه ننتقل الى شنو الـ giving directions، اعطاء اتجاه، انه اني اوصف الطريق للشخص. giving directions اعطاء الاتجاه. لاعطاء الاتجاه نستخدم التعبيرات التالية وحسب المعطيات بين الاقواس في السؤال. هاي هنا من يعطيك السؤال ويعطيك باخر شيء بين قوسين، حسب اللي يعطيك اياه بين قوسين انت راح تكتب الجواب. هاي بالنسبة لي giving directions. اوكي فس step by step راح تعرفون شنو معناها. فعدنا تعبيرات هنا، نهاية ست تعبيرات دائما يجيبها يخليها بين قوسين نهاية جملة او جملة السؤال. احنا باستخدام هاي التعبيرات راح نجاوب ونرتب جوابنا واحدة ورا الاخ. فالسؤال عن إعطاء الاتجاهات يجينا كالتالي، خلنا نشوف أول شيء قبل لا نشرح. يجينا بالشكل التالي، بعض السؤال الأول يقول show the way to the cafe. show the way هو يقول لك show the way، مو ask، show يعني أنت شوف الطريق إلى الكافيه. using the following prompts، باستخدام المعلومات أو المعطيات التالية. فده شوفون بين قوسين هذني المعطيات، هن هذني المعلومات ثابتة دائما يجيبها، فإحنا راح نرتبها ونجاوب، ما بي أي شيء صعب. زين فهسه شوي شوي أشرح لكم وتعرفون. فهي هاي طريقة السؤال، فخلنا نرجع للشرح نشرحها على مود تفهموا. فأول شيء راح نتعرف على التعبيرات اللي دائما تجي بين قوسين. أول تعبير يقول go to the traffic lights. go to اذهب الى traffic lights. traffic lights هي اشارة المرور، اذهب الى اشارة المرور. التعبير الثاني turn left او turn right. turn left استدير لليسار، turn right استدير لليمين. ثالث تعبير يقول go along، اذهب على طول. مثلا go along the street، اذهب على طول الشارع. رابعا go past the، بعدين يخلينا هنا اسم مكان. go past يعني اجتاز، اعبر يعني. go past the park، اجتاز المتنزه. اوكي بعدين عندنا next to او near، اثنيناتهم بالقرب من. next to the school، near the hospital، ايش بالقرب من المدرسة، بالقرب من المستشفى. واخر شيء go straight، اذهب مباشرة او اذهب بشكل مستقيم. اوكي فهي هاي التعبيرات تيجي بناها بين قوسين واحنا بس نرتب ونضيف اضافات بسيطة. زين هسه عدنا من هذني التعبيرات اكو تعبير الليفت والرايت وتعبير الستريت، شوية بيها جوابين، هاي الوحدة منهن بيها جوابين، فخل نشرحهن عم تفهمون، هي كلش سهلة.
فعندنا تعبير اللفت أو الرايت، لفت يسار ورايت يمين. من تجي عندما تأتي في بداية المعلومات، تجي بداية المعلومات بالبداية نكتبها بهذا الشكل، نكتبها شون، نقول له يا أما turn left استدر لليسار أو turn right استدر لليمين، هاي من تجي بالبداية. أما إذا أتت في النهاية، في نهاية المعلومات شون نكتبها، نقول له it's on the left إنه على اليسار، يعني شون نقول له على إيدك اليسرى، أو نقول له it's on the right أو إنه على جهة اليمين هيجي. والتعبير straight بشكل مستقيم أو مباشرة هم يجينا، إذا أجب هذا الشكل اللي هو straight وراء street، street يعني شارع، فشون نكتبه؟ نكتبه هيجي go straight، go straight اذهب مباشرة، along the street على طول الشارع، اذهب مباشرة على طول الشارع، هذا هيجي. هاي من يجي ويا street نقول له بس along، نضيف along the على طول، زين. وهي هم go هم نخليها، لان straight وstreet شارع موجودات بالسؤال يكتبهن، بس انتو هم يعني حفظوها، هاي ورقة وقلم، هاي هم حفظوهن كلهن ورقة وقلم. اما اذا اتت بهذا الشكل انه يجيب لك straight مباشرة وراها اسم مكان، مثلا traffic lights اشارة المرور، او اي مكان ثاني يخلي، فشان نكتبها؟ يعني مو ستريت، المهم مو ستريت يعني، اوكي. فنكتبها بهاي الطريقة، يقول له نكتبها نجاوب نقول له go straight اذهب مباشرة on straight on until حتى you get أنت تصل to the traffic lights إلى to إلى traffic lights إشارة المرور، اذهب مباشرة حتى تصل لإشارة المرور، زين. until يعني حتى، you get أنت تصل أو تصل إلى إشارة المرور بس، زين. هاي من ما يجيب وياها شنو؟ من ما يجيب وياها كلمة ستريت، اوكي؟ هاي ثابتة، فمطلوب منكم تحفظوهن. فخلي نتابع الى شنو صيغة الاسئلة عن الـ giving directions. هسا عندنا صيغة الاسئلة، هسا من راح نجاوب راح تشوفوا اسهل بهواية، زين؟ حتى حتعرفون شنو تحفظون يا كلمة، مو كلها تحفظوها، لانه هي موجودة المعلومات بالسؤال، اوكي؟ فش يقول لك شلون يجينا السؤال؟ يقول لك show the way، دائما يقول لك show the way او tell، زين، اخبر او يعني شوف، اري، show the way بين الطريق to the cafe الى المقهى، use the following prompts استخدم المعطيات، prompts معطيات او المعلومات التالية، following التالية اللي هي شنو؟ traffic lights اشارة المرور، left اليسار، straight the street على طول الشارع، و right، زين. هسه هاي traffic lights شو نقول له؟ go to the traffic lights اذهب الى اشارة المرور، go to the traffic lights موجودة. بعدين شو نقول له؟ left يمين، قلنا من تجينا بالبداية شو نخلي وياها؟ turn left استدر او انعطف الى اليسار. بعدين شنو؟ go straight نخلي نقطة ونقول go straight اذهب مباشرة، ما طول street يعني شو نقوله؟ along the street يعني راح تحفظ بس along، اذهب على طول الطريق او على طول الشارع. وهنا right جتنا بالنهاية، من تجينا بالنهاية شو نقول؟ it is on the right انه على جهة اليمين، هاي it is معناه قصد على هنا the cafe، احنا مدندلي على طريق الكافي، فدنقول له اذهب الى اشارة المرور انعطف لليسار اذهب مباشرة على طول الشارع انه على جهة اليمين، هيج هذا الجواب، زين. ناخذ سؤال ثاني يقول show the direction بين الطريق to the cinema الى السينما، using باستخدام straight east street left بعدين right، ف شلون راح نجاوب؟ نقول له ما طول straight وبيها وياها street شارع، فشو نقول له؟ go straight along the east street اذهب مباشرة على طول الشارع الشرقي. بعدين شنو؟ turn left لان جتني بالنص، يعني الاتجاهات بالنص او بالبداية، نقول له turn استدر
بعدين نقول له it's on the right، إنه على اليمين. طب على طول الشارع الغربي، نعطف لليسار، إنه على جهة اليمين. سؤال الثالث tell someone، أخبر شخص ما، the way، الطريق، to the bookshop، إلى محل الكتب. Use، استخدم straight، مباشرة، traffic lights، إشارة المرور، right، left. فشنو هنا straight وجاي وراها traffic lights، يعني straight جاي وراها اسم مكان مو street مثل هذا. فشو راح نجاوب؟ نقول له go straight on until you get to the traffic lights، turn right، استدر لليمين، it's on the left، إنه على اليسار. Go straight on until you get to the traffic light، معناها go straight، اذهب مباشرة. On until، لحتى، you get، أنت تصل، to the traffic light، إلى إشارة المرور. Turn right، استدر لي اليمين، it's on the left، إنها على اليسار. هيجي بس. عندنا السؤال الرابع show the way، بين الطريق، to the pharmacy، إلى الصيدلية. Use the prompts، استخدم المعطيات التالية اللي هي straight، مباشرة، traffic lights. سهلة هاي، straight جاي وياها traffic lights مو street. فشان نقول الجواب يكون go straight on until you get to the traffic lights. Go straight، اذهب مباشرة، on until، حتى، you get، أنت تصل، to the، إلى، traffic lights، إشارة المرور. سؤال الوراء يقول show the way، بين الطريق، to the gallery، إلى المعرض أو صالة العرض. Use the prompts، استخدم المعطيات، blue house، left، blue house البيت الأزرق، و left اليسار. فمن يجيب لك house أو building بالسؤال، أنت تستخدم القاعدة هاي التالية اللي هي تقول when you get to the blue house، when you، عندما أنت، get، تصل، to the، إلى، blue house، البيت الأزرق. ومن تجينا left بالنهاية شو نقول؟ it's on the left، إنه على اليسار. عندما تصل إلى البيت الأزرق، إنه على اليسار. سادسا عندنا والسؤال الأخير هو يقول tell someone، أخبر شخص ما، the way، الطريق، to the bookshop، إلى محل الكتب. استخدم، use، استخدم، past the bookshop، past يعني اجتاز، البوكشوب محل الكتب، و right، فالجواب يكون go past the bookshop، اجتاز البوكشوب محل الكتب، it's on the right، إنه على ال يمين. لهنا خلصنا صيغة الأسئلة. سننتقل آخر شيء عن الأسئلة الوزارية، نشوف إيش كم سؤال وزاري جاينا عن هذا الموضوع. السؤال الأول يقول What do you say؟ ماذا تقول؟ When you ask، هاي ask زين، يعني شنو دي يسأل عن اتجاه. When you ask someone، عندما تسأل شخص ما، to show you، أن يريك، the way to the park، الطريق إلى البارك المتنزه. وهاي سنة اللي جاي بيها هذا السؤال، فشان نجاوب ونقول له هاي ما طول ask، فهو جواب واحد. نقول له can you tell me how to get to the park، هل تستطيع أن تخبرني كيف أصل إلى المتنزه. ثانيا what do you say، ماذا تقول، when you ask someone، عندما تسأل شخص ما، to show you the way، أن يريك الطريق، to the hospital، إلى المستشفى. فهم نفس الجواب، نقول له can you tell me how to get to the hospital، بس اللي نغيره هو آخر شيء، هنا the park، هنا the hospital. السؤال الثالث والأخير اللي هو جاي بالتمهيدي ما ذاك اليوم الامتحانات صارت مال 2021. أوكي، يقول what do you say، هم نفس الكليشة، what do you say when you ask someone about the way to the park، نفس السؤال مع سنة 2017 دور الأول هذا نفسه. همين نقول له can you tell me how to get to the park، وبس. لهنا خلصنا الموضوع، أتمنى تكونوا افتهمتوا واستفاديتوا. لا تنسون خلوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي أجاوبكم.
إلى هنا مع السلامة.